فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا طهرت الحائض أثناء النهار في رمضان فهل يلزمها إمساك بقية اليوم؟ بلا شك، من أفطر لعذر ثم زال عذره أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم احتراما للوقت ويقضي، مثل المسافر إذا قدم أثناء النهار، المريض إذا شفي أثناء النهار، الحائض إذا طهرت أثناء النهار، كل من هؤلاء يمسكون بقية اليوم احتراما للوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصغير إذا بلغ، الكافر إذا أسلم في أثناء النهار يمسك بقيته ويقضي. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.